حواف المرور المروعة التي عرفت منحة تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة وأدت بأرواح العديد من الضحايا. وفي هذا الإطار فإن وزارة العدل قد أدخلت تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها تهدف لتشديد العقوبات، وستتبع بإجراءات تنظيمية أخرى ستأخذها الحكومة قريبا خاصة على مستوى وزارة النقل والمصالح الأمنية.